البرهان في إعجاز القرآن. إعجاز القرآن في دورات الحياة. لكل كائن حي، حيوانا كان أم نباتا، دورة حياة يتفاعل فيها مع التربة والماء والهواء وغيرها من الكائنات. فتأمل الإشارات البليغة إلى خروج الكائن الحي من الجماد الميت وإلى إبداء الحياة ثم إعادتها. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. إنه هو يبدئ ويعيد. كما أثبتت المعارف الحديثة أن دورة الحياة في الإنسان ترتبط بدورة العناصر المحيطة، فمن عناصر الأرض يتكون الإنسان، وعلى نتاجها يتغذى ويتفاعل معها أخذا وعطاء في عمليات التمثيل الغذائي والإخراج وتجديد الخلايا طوال حياته، ثم إليها يتحلل بعد مماته. وهذه أمثلة لبعض دورات الحياة والموت. دورة الخلايا الحية، والتي تتمثل في الاستهلاك ثم التجدد المستمر لخلايا الإنسان وغيره من الكائنات الحية. فالخلايا الحية تتحول إلى مواد غير حية، الميت من الحي، لتحل محلها خلايا جديدة، الحي من الميت. مثال ذلك الخلايا الجلدية تتجدد كل 59 إلى 75 يوما، خلايا الدم الحمراء كل 120 يوما، الصفائح الدموية كل 7 إلى 10 أيام، كرات الدم البيضاء تتجدد كل 6 إلى 12 ساعة. دورة الكربون. الكربون هو العمود الفقري للمركبات العضوية التي تتكون منها سائر الخلايا الحيوانية والنباتية. يعتمد الإنسان في غذائه على الحيوان والنبات، بينما يعتمد الحيوان في غذائه بدوره على النبات، ويحصل النبات على غذائه من الهواء الجوي بتمثيل غازي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء أثناء النهار من خلال عملية التمثيل الكلوروفيلي، وبذلك يتحول الهواء الميت إلى خلايا نباتية حية يتغذى عليها الحيوان والإنسان لتكوين خلاياهم الحية من نواتج هضم الطعام الميتة. يتجدد ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي بعمليات التنفس في الإنسان والحيوان والنبات الميت من الحي، وبتحلل هذه الكائنات بعد موتها. دورة النيتروجين. يدخل النيتروجين في تركيب الأحماض الأمينية التي منها يتركب بروتين الخلايا الحيوانية الحية. يحصل الإنسان على البروتين من غذائه على الحيوان وبعض النباتات، ويتغذى الحيوان بدوره على البروتين النباتي، وبذلك يكون النبات هو المصدر النهائي للنيتروجين في الكائنات الحية. يحصل النبات على النيتروجين من سماد الأرض الطبيعي أو الصناعي الميت، وينتج السماد الطبيعي العضوي من فضلات وتحلل الكائنات الحية في التربة، حيث تتحلل بروتيناتها إلى نشادر
تحوله البكتيريا إلى نيترايت ونيتريت أو إلى نيتروجين جوي. أما السماد الصناعي فينتج بعمليات كيميائية من النيتروجين الجوي. دورة الطاقة: يستمد النبات طاقة الشمس ليصنع الغذاء الكربوهيدراتي والبروتيني في صورة خلايا نباتية حية، تستمد منها خلايا الإنسان والحيوان حاجتها من الطاقة. ومن تحلل بقايا الكائنات الحية في باطن الأرض منذ آلاف السنين نتجت سائر أنواع الوقود كالفحم والبترول والغاز الطبيعي التي يستغلها الإنسان مع ما يقطعه من سياق الأشجار لإنتاج الطاقة.